يمكن القبول بفكرة مرشح التسوية، لولا هذه فكرة مرفوضة هذا الموقع هو من استحقاق تقدم. لا هو واضح، هو اكو شقة بالموضوع، هو احنا كأغلبية سنية هو استحقاقنا لازم من تقدم، بس مرشح تسوية يعني شو من خارج تقدم قصدك؟ اي نعم. لو من خارج القيادة يعني خارج تحالف، خارج تقدم، خارج القيادة لو خارج تقدم، من خارج تقدم وباقي الأحزاب المتصارعة. لا أكيد يعني مو يعني أنا الأغلبية السنية مثل ما احترمنا قرارات الأغلبية بالمكون الشيعي وبالمكون الكردي لازم الآخر يحترم قرارك أغلبية. أنا يعني مو من المنطقة أنا جايب لي 40 ويا حلفاء واصل عدد 60 وأنت تجي تقصيني وتجيب أحد، لا هذا مو مرشح تسوية، هذا أقصى. لازم احنا نؤمن بموضوع مرشح التسويه. شلون تريد مرشح تسويه؟ اوكي موجود حزب تقدم عندك سيد محمود المشداني خليه مرشح تسويه. لا اكيد لا، لا هذا موضوع يعني اكيد سيد محمود المشداني الى قدره الى احترامه الى يعني شلون اقول لك احترام فتره مهمه دار بيها مجلس النواب. بس انت جايده تحكي مرشح تسويه، شلون يصير هو مرشح التسويه؟ انه اختار شخصيه من الاغلبيه، شخصيه من الاغلبيه ترضي جميع الاطراف، هذا مرشح التسويه، مو واحد جايب لي مقعدين زين اجي اخذ منه شخص، وواحد جايب 40 اضرب ابو ال 40 عرض الحائط، وواحد جايب 2 عادي. صارت برئاسه الوزراء مثلا جاي كاظمي كمرشح تسويه، جاي السيد عادل عبد المهدي كمرشح تسويه، ما السيد عادل باوع العبادي مقعد واحد واجى كمرشح. لا 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 انا لدي فقط نقطه اود الاشاره اليها. تفضل حبيبي. يعني في العمليه السياسيه في العراق تحديدا لا يوجد هنالك اي معايير وثوابت فيها الى على ادنى المستويات، والدليل في عام 2006 فاز الجعفري جاء المالكي، وفي عام 2010 فاز علاوي جاء المالكي، وفي بس اكو وفي نقطه عام 2014 فاز السيد المالكي جاء العبادي. اذا هذا الموضوع هو يعتمد اعتمادا كليا على المساواه السياسيه. لا مو انا حنطيك الفرق شنو بالموضوع، الفرق انه مثلا موضوع السيد العبادي وموضوع السيد المالكي اثنيناتهم حزب دعوة، احنا نعرف حزب الدعوة بتنظيم الداخل وتنظيم الخارج والناس اللي موجودين القدامى بالعراق والناس اللي موجودين بلندن والناس اللي موجودين بإيران، بس المحصلة من طلع؟ طلع من حزب الدعوة. المحصلة الذي يحصل الآن الكاظمي، الكاظمي نفس موضوع الإطار، نتيجة اتفاق قوة سياسية شيعية على اختيار شخص يمثلهم جميعا. استاذ محمد هل ما عنده هل ما زال لديكم هذا الشعور ان الاطار يريد الانتقام من تقدم؟ يعني احنا موضوع الانتقام انتقام سياسي حقول لك شو، تدري ليش استبعده؟ نتائج الانتخابات اللي صارت عفوا مو انتخابات، نتائج اختيار رئيس مجلس نواب الاخيره تمام اثبتت انه لا الاخوه بالاطار ما عندهم انتقام.